النهاردة هيتم تكريم عدد كبير جدا من نجوم الفن على أعمالهم الدرامية والسينمائية. كمان هيكون في تكريم لأحسن ممثل وأحسن ممثلة وأحسن عمل فني بناء على تصويت الجمهور. هيكون كمان في توزيع جوائز لأحسن موقع إخباري ورياضي، وكمان هيكون في جوائز لأحسن مطرب وأحسن أغنية وأحسن موزع وأحسن منتج. خلينا نوري حضراتكم فعاليات النهاردة، تابعوا معانا. فنانة نرمين الفقي، النهاردة بيتم تكريمك في دير جاست. كلمينا النهاردة عن تكريمك ومشاركتك في دير جاست. هقول طبعا لمهرجان دير جاست ميرسي جدا جدا، ثانك يو سو ماتش، واكيد مبسوطة قوي قوي قوي، لان التكريم هو في الاخر حب المشاهد، وهم اقتنعوا بيا كممثلة وكفنانة أدت دور ونجح، فالحمد لله هقول لهم ميرسي جدا جدا. سعيده جدا بالتكريم، تكريم دير جيست، جايزه التميز عن دوري رحاب في مسلسل المداح. تعبت في المسلسل ده جدا، كلنا تعبنا بيه طبعا، دخلنا شهر رمضان واحنا لسه بنصور، فكان مجهود جبار فعلا، بس قدمت الشخصيه من قلبي علشان حبيتها جدا، كانت جديده شكلا ومضمونا ولهجه وكل حاجه. والله بص، فيلم 200 جنيه ده يعني كواليسه، انا من كواليس الممتعه بالنسبه لي، لان المخرج محمد امين، احنا بدايته كنا مع بعض، يعني بدايتنا احنا الاثنين كنا مع بعض في فيلم ثقافي سنه 2000، لكن الفيلم ده فيه ميزه ان كل حدوته منفصله عن الحدوته اللي قبلها، وكل حدوته بتسلم الحدوته اللي بعدها، فكانت مجموعة الممثلين الكتار اللي انت شفتهم دول غالبا ما تقابلوش غير يوم العرض الخاص، لكن الكواليس بتبقى خاصة بكل حدوتة على حدة يعني. فأنا الحدوتة بتاعتي كان معايا مجموعة طلبة في المشهد الأولاني، وكان معايا دينا فؤاد في المشهد الثاني، وبرضو دينا من الناس اللي احنا اشتغلنا مع بعض كتير، فكانت كواليس لذيذه يعني الحمد لله. سعيده جدا وبعتز قوي بتكريم دير جاست، يعني عزيز على قلبي قوي، ده ثالث تكريم ليا. كنت اتكرمت قبل كده على ليالي جيني وعلى ولد الغلابه، والسنه دي على الاختيار، فبتفائل قوي وبحس كده انه الموسم او السيزون كان ناجح بالنسبه لي لما بيحصل كده. بتكرم في لدور شخصيه الشيخ مؤنس اللي كانت في مسلسل لعبه نيوتن، وده حاجه تسعدني جدا جدا جدا، لانه الدور ده من اقرب واحب الادوار لقلبي، والمسلسل من اقرب واحب الاعمال لقلبي برضو، فمبسوط جدا جدا. بشكر اداره المهرجان على تكريمي النهارده، وبشكر كل الناس اللي اتفرجت على المسلسل وحبته. يعني سعيدة بتكريمي في ولاد ناس، لأنه عمل مهم في مشواري الفني، عمل يهم الـ 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 الأسرة المصرية والمجتمع العربي بشكل عام، وهي علاقة الأباء بالأبناء، ودي علاقة شائكة دايما. احنا كلنا عندنا مشاكل مع ولادنا، مع الجيل الجديد، دايما نقول الجيل الجديد ومشاكلهم، وانا واحدة من الناس كده برضو من اللي عندهم مشاكل مع الولاد، وبحاول دايما وبجتهد اني اقدر يعني اعمل حالة مختلفة، لان الجيل ده عنيد، ما ينفعش تملي عليه شروطك، لازم يقولك اقنعني. طبعا بحمد ربنا، وتكريم النهارده غالي عليا قوي قوي، وبقول الحمد لله، وبشكر كل الجمهور اللي صوت علشان ناخد الجائزه ديت، وانا بعتبر الجائزه دي مش ليا بس، دي لكل صناع مسرحيه ابو العربي، وبقول الحمد لله. يعني احنا كلنا فرحانين بردود الفعل، فرحانين بالاقبال الحلو على المسرحيه، فرحانين بنجاح المسرحيه. ببارك لكل زمايلي وبقول لهم ألف مبروك، أنتوا يعني تعبتوا وربنا كلل التعب ده بنجاح كبير. يعني احنا خدامين عند المشاهدين دايما بقول كده، فسعيد ان المشاهد لما بيرضى عننا وبيرضى عن شغلنا، فدي اكتر حاجة بتبسطنا. يعني في النهاية احنا بنقدم خدمة إعلامية، ومبسوط انه الناس بقوا مبسوطين ان احنا عارفين نقدم الخدمة دي بشكل كويس وشكل لايق. يعني اول حاجة انا ببسط جدا بالتكريم بتاع وما، لان انا بحب العمل الجماعي جدا، الى غنى الحمد لله عامل شغل حلو قوي، وانا مبسوط لان ماما دي بيتي يعني، والحمد لله الموضوع عجب الناس والغنى عامل شغل كويس. مبسوط جدا ان هو تكريم جاي من الجمهور. يعني كلمنا عن ماما، ماما رجعت قريب باغنيه حلوه قوي، والاغنيه مكسره الدنيا، كلمنا على الاغنيه دي.
مبسوط جدا طبعا. يعني الاغنيه كانت مختلفه عن الاغاني اللي احنا متعودين نعملها، بس الحمد لله يعني الاغنيه عملت نجاح كويس جدا، وشايف ان هي ملائمه جدا لنوعيه المزيكا اللي بتتعمل اليومين دول يعني.